بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم فيديو عن وجبة جميلة جدا جدا ومغذية وموجودة عندنا في كل بيت ورخيصة لجميع أنواع العصافير وخاصة الكوكتيل. الكوكتيل في الفترة اللي هو بيرضع فيها الزغاليل، أنت كل اللي هتعمله إنك بس هتحطها قدامهم وهم هيقعدوا ياكلوا فيها طول النهار، وهتغذيهم تغذية ممتازة جدا جدا، هتوفر عليك كتير وفي نفس الوقت هتغذي الزغاليل بتاعتك تغذية جيدة. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبتمنى من حضراتكم لو عندكم أولاد في سن الابتدائي، عندي قناة تعليمية بسيب لحضراتكم الرابط في صندوق الوصف، برجو من حضراتكم انك تشتركوا فيها وبشكركم جدا جدا. الوجبة اللي حضراتكم شايفينها دي قدامكم طبعا هتفتكروا انها جزر، لكن لا، ده هي بطاطا. طبعا كلنا عارفين الفوائد الكتيرة جدا للبطاطا. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، هنسيبنا من المصطلحات الطبية اللي موجودة واللي مكتوبة، بتحتوي على فيتامين جيم وعلى أملاح معدنية وعلى كالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفسفور وعلى بوتاسيوم وعلى صوديوم وعلى كبريت. وكمان البطاطا ما بتسببش للعصافير البدانة، يعني بتحطها للعصافير وما تخافش إن العصفور هيسمن أو يليس أو كلام من ده خالص. كمان ما بتسببش الإسهال، يعني وجبة آمنة جدا جدا هتقدمها لعصافيرك، وفي نفس الوقت هتحط البطاطاية قدامهم هيقعدوا ياكلوا فيها طول النهار، وهتريح دماغك من موضوع الاكل. لان كلنا عارفين ان الكوكتيل بالذات في فترة تغذية الزغاليل بيبقى دايما جعان وبيبقى دايما عايز اكل ياكل زغاليله. فطبعا حضرتك في الفترة ان هو بيحضن فيها الزغاليل بتكون مهتم جدا بيهم، انك بتنوع لهم في الاكل. طبعا من ضمن الوجبات المهمة جدا انا بحطها للزغاليل عندي اللي هي البطاطا، وكمان الذرة، بقول كوز الذرة احطه قدامهم في كده. لما بتكون انت مثلا خارج البيت مدة طويلة، يعني انت مثلا رايح الشغل وهتحط قدامهم اكل يكون موجود طول النهار، يعني ما يجوعوش، يعني انت مش موجود والحبوب خلصت. فلما بتكون الحبوب بس، العصفور بيبقى هفتان وجعان وعايز يرضع الزغاليل بتاعته. صعب جدا ان هو يرضع الزغاليل من الحبوب بس خالص، صعب جدا. لا، لازم يكون جنبه مغذيات تانية غير الحبوب. فلو قعدت كل يوم تحط لهم مثلا القمح المستنبت، كل يوم تحط لهم قمح منقوع، هو هيمل منه وهيتضايق ومش هياكله، وهتبص تلاقي هياكل الحبوب بس، والحبوب في نفس الوقت برضه مش مكفية ان هو يغذي الزغاليل. فانت ما تخليش الكوكتيل يسيب الاكل ويمل منه، فدايما انك انت تنوع له في الاكل. ولكن انا دايما بحط قدامه البطاطا والحبوب، ونوع كمان في الاكل، احط لهم مثلا بيض مسلوق، احط لهم قمح مستنبت، ورقتين ثلاثه جرجير، كام ورقه من البرسيم. تمام، الحاجات ديت لازم الزغاليل بتبقى محتاجاها. كمان انا بحط لهم العيش المبلول، يعني بجيب العيش لازم يكون اللي هو الخبز، يعني يكون بايت ما يكونش طازة، يعني ما في نفس اليوم اللي انت جايب فيه العيش مخبوز فيه، لا، لازم يكون تاني يوم يكون بايت علشان ما يبقاش معجن قوي غلط. هتجيب العيش او الخبز اللي هو بايت وتنقعه في المية نص ساعة او ساعة، وبعدين تصفي المية كويس جدا منه وتهرسه وتقدمه للعصافير، بياكلوه في منتهى الشراهة، بيحبوه جدا جدا علشان خاطر بيغذوا منه الزغاليل. دايما لما يكون عندك زغاليل من اي نوع من انواع العصافير لازم تنوع في الاكل للعصافير، لازم تجرب احط لهم بطاطا، احط لهم جزر، احط جرجير، برسيم، قمح مستنبت، عيش مبلول، واشوف العصفور مقبل عليه ولا لا. يعني انا لما حطيت البطاطا الاول ما شافها اتخض، يعني انت اول ما حطيت البطاطايه قدامهم هو لما شافها اتخض، بيبدا بعد كده بيقرب منها ويدوق، بيلاقي طعمها حلو، بيبدا ان هو خلاص ياكل منها، وبدل ما كان منها مره يبقى خلاص هياكل منها على طول. هتحطها وانت مش موجود في مش موجود وفي الشغل طول النهار، يبقى انت كده وجبه قدامهم طول النهار يقعد ياكلوا منها.
بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة واشتراك في القناة التعليمية اللي ساب لحضراتكم الرابط في صندوق الوصف. اشكركم جدا، كان معكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.